عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأكرم على أسعدنا وحبيبنا ونبينا محمد. زده يا ربنا شرفا وتعظيما ورفعة ومكانة وقدرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له، سبحانه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله، من بعثه الله رحمة للعالمين.
فصل يا رب وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله رب العالمين، بأداء ما أوجب الله وباجتناب ما حرم الله، بصفاء السريرة وصفاء المعاملة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. عباد الله، إخوة الإيمان والإسلام، أيها المؤمنون، إن من نعم الله تعالى العظيمة هذا اللسان الذي به تتكلمون وتنطقون، أو عما في قلوبكم وأنفسكم تعربون، فالله تعالى امتن به عليكم فاستعملوه في طاعة مولاكم واشكروا ربكم على هذه النعمة واعملوا بما أوصى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام أبو عبد الله البخاري في كتابه الجامع الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وروى الترمذي في جامعه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فاتقوا الله عباد الله واحفظوا ألسنتكم، فالناظر في حال أكثر الناس اليوم يرى أمرا عجبا تفشى في مجتمعاتنا. يرى الناس صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، شبابهم وشيبهم، قد أطلقوا ألسنتهم بهذه العادة القبيحة، بل بهذا المرض الهدام الذي يفتك بصاحبه ويفرق بين الأهل ويباعد بين الأحباب ويقطع الأرحام لما يسببه من التشاحن والبغضاء، ويهدم المجتمع ويفكك بنيانه ويقوض عرى التواصل
التواصل فيه ويقسم أواصر الحب والإخاء فيوغل الصدور ويشحن النفوس ويفسد المودة ويبذر بذور العداء. ذلك الخلق المنحرف الدنيء الذي يبث الطغائن ويربي الأحقاد. أتدرون ما هي تلك الآفة؟ إنها الغيبة المحرمة، ذلك الذنب القبيح الذي شبهه الله تعالى بأكل لحم المسلم ميتا. فما هي الغيبة إخوة الإيمان والإسلام؟ فقد روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالغيبة أحبابنا التي حرمها الله عز وجل هي أن تذكر أخاك المسلم بما فيه من العيوب وهو يكره أن تذكرها بغير سبب شرعي، سواء كان مما يتعلق ببدنه أم نسبه أم نفسه أم خلقه أم خلقه أم والده أم ولده أم زوجته أو ثوبه أم داره أم غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ أم بالكتابة، وسواء بالتصريح أم بالتعريض أم بالكناية، كأن تقول مثلا: فلان قصير، فلان أحول، فلان سيء الخلق، فلان قليل الأدب، أو كثير النوم، أو كثير الأكل، أو فلان أولاده قليل التربية، أو فلان تحكمه زوجته، أو نحو ذلك مما تعلم أنه يكرهه. ولكن ما يصدر من بعض الجهلة يقولون والعياذ بالله: أنا ما بخاف منه، أنا بوش بقول له ياها والعياذ بالله. هل إذا قالها في وجهه تكون حلالا والعياذ بالله؟ أما البهتان فهو ذكرك أخاك المسلم بما ليس فيه، بما يكرهه، واسم البهتان أشد من اسم الغيبة لتضمنه الكذب. فقد روى أبو داود في السنن عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي، أي ليلة الإسراء والمعراج، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، أي يغتابونهم ويقعون في أعراضهم. وأخرج الإمام أحمد والإمام البخاري في الأدب المفرد بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال
قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. واعلموا أحبابنا الكرام أنه كما يحرم قول الغيبة فإنه يحرم سماعها أيضا. فقد روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا. وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن، إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه ما لا يعلم فقد بهته. إخوة الإيمان، أحبابنا الكرام، وإن كانت الغيبة محرمة لكنها في أحوال معينة تباح لسبب صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو أحد ستة أسباب: الأول التظلم، الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، الثالث الاستفتاء، الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، الخامس أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته، السادس التعريف. فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعرج مثلاً أو كالأعمش جاز تعريفه بذلك على غير جهة التنقيص، والتفاصيل تطلب من مظانها. أحبابنا الكرام، فكما يجب التحذير من التاجر الذي يغش الناس في معاملاته، وواجب تحذير صاحب العمل من عامله الذي يخونه، وكما يجب تحذير المسلمين من قاطع طريق يقطع على الناس طريقهم ويسلبهم أموالهم أو يقتلهم، كذلك يجب التحذير من الذين يغشون الناس في الدين، كهؤلاء المتصدرين للإفتاء أو للتدريس أو القراءة مع عدم الأهلية لذلك. فقد روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. وروى مسلم في الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وقد قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رحمه الله: سمعت أبا علي الدقاق رضي الله عنه يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس. وصدق في ذلك. أيها الأحبة المؤمنون، فليحرص كل منا على العمل بهذا الحديث النبوي الشريف الذي رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا
عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من العاملين بما تعلمنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على سيدي وحبيبي محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله رب العالمين، وبالسير على نهج نبينا محمد الأمين في السر وفي العلن. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا بأن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه المصطفى الكريم، فقال ربنا وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اشرح يا ربنا صدورنا ويسر أمورنا، وألف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات.
اللهم استجب يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.